هذا الفستان بيعني لي كتير، غير لأنه لونه أبيض وأنا بحب هيدا اللون. أنا كان حفل زفافي فيه. أصغر منها ب15 سنة، أب الولدين، رجل أعمال إماراتي الجنسية. بعد سنين من الجواز أخيراً أعلنت نجوى كرم في أول ظهور ليها مع زوجها. فجأة الفنانة اللبنانية نجوى كرم جمهورها بخبر إعلان زواجها في حفلتها الأخيرة برومانيا ضمن جولتها الغنائية. طلت نجوى كرم خلال الحفلة بفستان أبيض واتكلمت مع الجمهور وكشفت لأول مرة عن جوازها، وقالت نجوى للجمهور الفستان ده بيعني لي كتير، غير إنه لونه أبيض وأنا بحب اللون ده جدا. الفستان ده كان لحفل زفافي، وظهر لأول مرة زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني معاها خلال كواليس حفلتها، وأثار ظهوره معاها تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا، خاصة إن نجوى لسنين طويلة كانت مستنية اللحظة اللي تعلم فيها عن دخولها في علاقة عاطفية. وعلى الرغم إن الفيديو انتشر قبل أيام، لكن ما خدش الضجة دي غير لما أعاد الإعلام الإماراتي نشان نشره تاني على إنستغرام، والناس بدأت تاخد بالها من هنا. كمان مصمم الأزياء اللبناني رامي قاضي، مصمم فستان زفاف نجوى كرم، علق على أنباء زواجها ونشر مجموعة من صور الفستان اللي صممه لها، وكتب: تهانينا لعروستنا نجوى كرم، جميلة جدا في فستان فرحها اللي تصمم لها مخصوص. وردت عليه نجوى وقالت: شكرا رامي، مش عارفة قد إيه بحبك. زوج نجوى كرم هو عمر الدهميني، رجل أعمال إماراتي مواليد 1980، يعني أصغر من نجوى كرم بحوالي 15 سنة. هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمر سالم الدهماني. وبحسب تقارير، نجوى وعمر اتعرفوا على بعض في 2017، وقصة حبهم دي استمرت لحوالي 4 سنين قبل ما يقرروا يتجوزوا. وقبل جوازه من نجوى اتجوز عمر مرتين وعنده ولدين. وسبق وانتشرت معلومات في 2021 عن خطوبة نجوى كرم من رجل أعمال إماراتي. وقتها اتقال إن نجوى قررت إنها تعيش في لبنان رغم إن خطيبها رفض وقرر يعيش في الإمارات، لكن في الآخر خضع لرغبتها وقرر يعيش معاها في لبنان. واحتفلت نجمات الفن من الوطن العربي كله بجواز نجوى كرم. فكتبت الفنانة ماجي بوغصن: ما في أحلى من هيك عروسة، الله يبارك لهن ويهنيكن وتبقوا سوا طول العمر. وعلقت الفنانة نوال الكويتية وقالت: حبيبتي نجوى الغالية، ألف مبروك، والله يكتب لكم السعادة ويتمم عليكم، تستهلين الحب. طبعا الفنانة أصالة النصري كانت من أول مباركين لنجوى وعمر، كتبت: غالي وغالية العروس والعريس، أصحابي ورفقاتي وإخواتي. كملت وقالت: بتمنى ليكم السعادة والاستقرار والأيام الحلوة والصحبة الطيبة والعمر كله سوا، ألف مبروك نجوتنا الغالية. كمان الفنانة مايا دياب قالت: تعالوا نغني للقمر وناخد لها أحلى صور، شو بتتمنى نعمل لها الليلة بحفلها، ألف مبروك. وواضح جدا الفرحة الكبيرة اللي غمرت كل الوسط الفني العربي بزواج نجوى كرم اللي تعتبر واحدة من أهم نجمات الوطن العربي والكل حبها. ودايما العلاقات العاطفية للفنانة نجوى كرم كانت محل غموض كبير، وياما طالتها إشاعات ارتباط بناس كتير من داخل وخارج الوسط الفني. وتقريبا المرة الوحيدة اللي اتكلمت فيها نجوى كرم عن علاقة زواجها قبل عمر الدهماني كان اعترافها بزواجها من رجل متزوج، وقبلت انها تكون زوجة تانية رغم صعوبة الموضوع، رغم ان جوزها وقتها كان عايز ينفصل عن زوجته الاولى الا انها رفضت علشان ما تشيلش ذنبها، ولقب زوجة تانية ما وقفش قدامها لانها كانت واعة في الحب. وقالت عن الموضوع ده: كنت اتمنى ما شاركه مع زوجة تانية واتزوج انسان يكون ليا لوحدي واكون زوجة اولى.